بهالفيديو رح نلعب طور الزومبي بكول اوف ديوتي موبايل. اخر مره حملت فيديو عن زومبي كول اوف ديوتي موبايل كان اول ما نزلت عام 2019، اي من 3 سنوات تقريبا. وقتها كان طور الزومبي غريب نوعا ما، لانه ما كان نفس نظام اللعب اللي متعودين عليه. ما كان نظام الراوندات، لا، كان توصل راوند معين وبعدين في وحشة قاتله وينتهي الجيم. بس من شهر تقريبا رجع طور الزومبي على كول اوف ديوتي موبايل، وكان بنفس النظام اللي متعودين عليه مع العاب بلاك اوبس، اللي هو نظام راوندات، فينك تلعب ما لا نهائي لتوصل اعلى راوند تبي، وفي صندوق الاسلحه، بيركات، ريغان، واشياء جدا رهيبه. وغير طور الزومبي، الان بكول اوف ديوتي موبايل بدا الموسم العاشر، واللي اسمه وورد كلاس، واجواء كلها عن كاس العالم. حتى في 3 شخصيات جديده اللي هم ميسي، نيمار، وبوغبا، مع باتل باس جديد، سلاح جديد، وماب ملتي بلاير جديد من بلاك اوفس كولد وور. وقبل أن نبدا، بس حاب انوه انه هالفيديو عليه جيف اواي لكود بوينتس بداخل كول اوف ديوتي موبايل. اذا ودك تدخل بالفرصه الفوز عليهم، كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناه، واترك اي تعليق اسفل الفيديو. ويلا خلنا نروح ونلعب طور الزومبي. اوكي شباب، بدانا الجيم، وفي البداية بيحطوا لنا شيء بسيط عن القصة. طبعاً بنشوف ديمسي من الزومبي، من قصة الزومبي، ونشوف ريكتوفن بيتكلم معنا، بس ما لهم علاقة بقصة الزومبي. يعني صحيح إنه موجود ديمسي وموجود ريكتوفن، بس إنه مثل جايبينهم شخصيات معروفة على قصة جديدة، أو مو قصة جديدة، يعني فقط قصة لكول أوف ديوتي موبايل. فحالياً داخل سولو لوحدي، وابي اشوف ايش اعلى راوند ممكن اقدر اوصل له، وشو الاسلحه اللي ممكن تطلع لي. اوكي خلصنا اول راوند، ولاني قاعد العب سولو، فاول شيء لازم اسويه هو اني اشرب الكويك ريفايف، يب، عشان لو متت ارجع اقوم. او ما ادري اذا في الموبايل نفس قوانين الكونسول ممكن عندي سيلف ريفايف بدون ما اسوي شيء، بس يعني للاحتياط الواحد ياخده. وهنا عندي الباك بانش، بس احتاج افتح الكهرباء عشان اقدر اطور. طبعا صندوق الاسلحه وين؟ او صندوق الاسلحه عندي. اوكي المسدس لسه كويس، خلينا نجمع شويه فلوس بالمسدس. طبعا تعرفوني يا شباب اني ما العب كثير على الموبايل، بس والله متفاجئ من قوه اللعبه. يعني الحين على الفيديو ممكن ما هو مبين، بس عندي على الموبايل لعبه جدا كذا تحس قاعد العب على 120 فريم سموث، والكواليتي جدا رهيب للعبه موبايل. على الفيديو ما ادري اذا انتم شايفين هالوضوح ولا لا، لانه التصوير دائما بيخفف من الدقه. اوكي الصندوق مو هنا، الصندوق مو هنا، معناتها فوق صندوق البوكس. صندوق البوكس، جمعت كلمتين مع بعض. صندوق الاسلحه وين؟ خلينا نفتح الباب. اوكي صندوق الاسلحه، لا اوكي كان المفروض افتح الجهه الثانيه. طلعوا كميه الزومبيز اللي وراي. اوه خلص الطلق، خلص الطلق. لا 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 لا، اوه هذا البوكس جنبي طول الوقت، مغيرين شكله، والله ما عرفته. اوكي شوتجن 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 شوتجن، حلو. تعالوا، هذا شوتجن من بلاك اوبس 2 اللي يطلق ثلاث طلقات ودبل بوينتس. بسرعه بسرعه استغل الدبل بوينتس بسرعه يا واد. خلص الطلق، شو الشوتجن التعبان. اوكي بسرعه بسرعه نلحق دبل بوينتس، نبدل مسدس. ريغان ريغان سنايبر، اي شيء اي شيء، كويس كويس، اعطيني. حلو والله، طلقه طلقه هيد شوت. اوكي نفتح الصندوق مره ثانيه. المشكله صندوق الاسلحه بالزومبي مثل مقامره، مجرد ما تفتح خلاص ما تقدر توقف، بالذات على الاسلحه اللي قاعد يعطيني اياها. اوه افوكادرو افوكادرو، اثنين افوكادرو. خذ السلاح واهرب، خذ السلاح واهرب. اوه شو جاب الافوكادرو هنا؟ اوكي ضعيف 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 ضعيف. لا 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 لا. اوه طلعت عايش طلعت عايش طلعت عايش. الافوكادرو هذا من بلاك اوبس 2 ماب ترانزيت. عندي فلوس صح، عندي فلوس صح. افتح افتح، هلا هلا والله، منطقه جديده. الافوكادرو هذا من بلاك اوبس 2 ماب ترانزيت، بس هناك قوي، هناك ما فينك تقتله الا باستعمال سلاح معين او قنبله معينه، كانت قنبله الاي ام بي. هنا لا، طلع بس اضرب عليه بشكل عادي ويموت. القم بس لانه ضعيف فيحطوا لك اكثر من واحد هنا. يعني فجأة تفاجأت انه في اثنين. طيب يلا نرجع الصندوق، خلاص هذه اخر فتحة للصندوق. شوتجن، حلو 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 حلو. طيب الحين لازم افتح الكهرباء عشان اقدر اطور، فخلنا نفتح الباب. اتذكر انه قطع الكهرباء موجودة هناك، والجو صار ضباب، هذا يدل انه راوند كلاب. اي والله راوند كلاب.
طب ليش ما حطوا موسيقى الكلاب؟ تخلوا الواحد يتفاجأ فجأة انه راند كلاب. لا 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 اما طحت. طب وين الكويك ريفايف؟ ريفايف ريفايف. اوكي هذا الكويك ريفايف اللي شربتها ولا ما لها علاقة؟ يو اوريدي هاف كويك ريفايف ما يعمل لك ريفايف. كمان مرة شو قاعد يصير؟ اوكي اظن هالريفايف اشتريه من برا وانا قاعد اضوعه بس معليش ما بعيد الجيم. لا 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 اوكي اهرب 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 اهرب. الكلاب 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 خطيرين الكلاب خطيرين. طحت مرتين على راوند كلاب. فين افتح الفخ؟ افتح 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 اشتري اشتري ايوه القمو. والله لو حد يعرف انه بشار كيكي استعمل الفخ على راوند كلاب راوند 5 ما عاد الناس يعتبروني لاعب زومبي. اوكي لازم اني اخلي زومبي لان الوضع صاير صعب. الوضع صاير جدا صعب وانا هنا راح انحشر صح؟ راح انحشر وراح اموت صح؟ اي هذا الافوكادو راح يذبحني اصلا بدون ما انحشر راح يذبحني. يب بدون ما انحشر راح يذبحني. كان لازم افتح الفخ كان لازم افتح الفخ كان لازم افتح الفخ. فيني 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 اطلع فيني اطلع. اظن يمديني اطلع من هنا. لا انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت. لا 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 ما في فخ اقدر افتحها من جوا. يا الافوكادو وخر الله ياخذك. حلو حلو والله طلعت طلعت عايش طلعت عايش. A few moments later. شو صار شو صار؟ لا لا خلاص ما اقدر اسوي ريفايف. لا طيب يا شباب متت راوند 7 وما راح اوقف الفيديو كنت فدخلت جيم ثاني بس المره دخلت معي اشخاص معي سكواد كامل فاي يعني عشان الواحد يحس بالامان اكثر. اوه توني انتبه انه في المي اظل انط عشان امشي بسرعه. اوه اوكي طلعوا فتح الفخ على الكلاب. واضح ان الكلاب في هاللعبه من جد صعبين مو بس اللي انا نوب. اوه مين هذا؟ بروتوس حارس السجن. بروتوس بس شكله غير بس ضعيف وراح يموت على طول بس هيذبحني قبل لا يموت. لا والله ذبحته. اوكي 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 هنا في عدة وحوش وسريعين وبيهجموا عليك بس الحلو انه ضعيفين ضعيفين من ناحية انه تقدر تقتلهم بسهولة. اوه ديث ماشين هلا والله هلا والله القم والله رهيب. شو هذول شو هذول؟ كيف متت؟ هالكرات الزرقاء لما اطلقوا عليها تذبحني ولا كيف؟ ماني فاهم. ماشي وراي حالها تذبحني. طيب الحقي باقي الناس اللي معاي ليش انا؟ اوه هذا حاطط دث ماشين الخوي. دبل تاب والله دبل تاب احتاجه الصراحه. صح اني مو شارب جقر بس الدبل تاب راح يخلي اسلحتي اقوى بكثير. شوفوا الدبل تاب كيف يخلي الاسلحه قويه. الدمج على السلاح صار اقوى بألف مره. فينا بدي ادور على القطعه اللي تخليني افتح التطوير او الباكا بانش. اوه اوكي واحد من الشباب فتحها. حلو حلو فتحوه الشباب. يلا وفروا علي. طب يلا يا خوي نبي نطور نبي نطور. عاد تطور سلاح خمس مرات كم مره يمديك تطور اصلا؟ يلا دوري الحين. ايوه طور السلاح المره الاولى نطوره كمان مره. او لا انا ابي ريغان ابي ريغان ما ابي اضوع فلوسي. خلاص مرتين فيني اطوره كمان مره. لا خلاص بعدين بعدين خلينا نروح على البوكس. البوكس نفس مكانه ما تغير صح؟ خلينا نشوف هل بيعطيني ريغان اليوم. لا تعال تعال عندي سلاح مطور. لا 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 كيف متت؟ شكله كان في واحد وراي وواحد قدامي. كفو كفو يا وحش والله وحش والله وحش. لا 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 اسحب علي. طب ايش اسمع اسمع اسمع. لا لا هيموت من وراي هيموت من وراي. والله مات والله مات الوحش. بس كفو كفو يكفي شرف المحاوله. ايش معنى لما انا مت الكل مات؟ لا لا محشور. اوكي اقدر اقدر, أقدر اني استعملها. اي اقدر استعملتها وعشت الحين الجيم كله على عاتقي صح؟ وانا عشان الجيم كله على عاتقي فبهرب وبشغل الفخ. يب لا انا استعملت الريفايف وما كان في داعي استعملها كان لسه عايش خوينا. يلا معلش معلش. ايش هذه الكوين؟ شو شو تسوي؟ زومبي وذ بلاير. اوه هاي العلكات الخصائص. اوه هذا العنصر او حجر ال115 حاطينه هنا. الجقر 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 هلا والله هلا والله بالجقر. انا دخلت مع هذا وانحشرت وهو هرب. ايوه انحشر انحشر. لا والثاني اللي معاه انحشر وانا لو واحد اخر واحد عايش. انها النهايه عندما تموت فموت وانت رافع راسك.
لا 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 لا. اوكي اقدر اسوي ريفايف واضبط الجيم كامل. راح استعملها راح استعملها. يلا شغل الفخ شغل الفخ شغل. حلو موتوا. ايوه يلا برا. اوكي وانا اقدر اني اطور اقدر استغل الوقت هذا عشان اطور. 6000 اوف والله غالي. هذه ايش هذه؟ سبلايز. شو اقدر اخذ سبلايز؟ اوه اقدر اعبي ارمور. يعطيني ارمور. اوه في ارمور وانا ما ادري. اوكي في ارمور نفس بلاك اوبس كولد وور وانا ما عندي اي فكره. اوكي الوضع صار اصعب. طبعا بما اني محشور خليني اسالكم سؤال يا شباب، كم نسبه اللي يلعب كول اوف ديوتي موبايل منكم؟ انا صراحه كثير بتجيلي تعليقات دائما بشار غطي كول اوف ديوتي موبايل، بشار زومبي رجع كول اوف ديوتي موبايل. سؤالي ابي اعرف اجابتك، كم عدد اللي منكم يلعب كول اوف ديوتي موبايل؟ لان ان شاء الله الفتره القادمه راح اغطي اللعبه بشكل كبير. نروح عند البوكس مره ثانيه خلنا نشوف ان شاء الله يطلع لي ريغان. ابي ريغان بس ابي اجرب. هلا والله هلا والله. بس ليش الريغان جدا ضعيف؟ ليش جدا ضعيف؟ 5 طلقات على الزومبي وما ذبحها ليش؟ اوكي اوكي صح صح احنا راوند 14 وماني نطوره ولا مره. خلنا نروح نطوره. تطويره الاولى تطويره الاولى تطويره الثانيه تطويره الثالثه. حلو الحين المفروض يكون قوي. اوكي احسن. والله لسه ما هو جدا قوي، ما ادري ليش مضعفين الريغان. لا والله قوي 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 الصراحه، بالذات انه شوفوا كل طلقه قاعده تدمج عدد كبير من الزومبي، مو واحد او اثنين لا قاعده تدمج مجموعه. راوند كلاب راوند كلاب. حلو حلو الريغان مع الكلاب يذبحهم طلقتين. حلو حلو كلهم قلبوا علي كلهم قلبوا علي كلهم قلبوا علي. نفعل علكة نفعل علكة بسرعة. فعلتها والله فعلتها. طلعوا الحين وقفوا يعني قتلوني بعدين اشتغل مفعول العلكة. اللي معاي منوب ما ساعدتهم بيموتوا. مرتين كنا المفروض نخسر جيم اوفر وانا اللي رجعتهم. خسرنا سكواد داون وما اقدر استعمل الريفايف. خسرنا ولا في خسرنا؟ قلت لكم مجرد ما اموت اللي معاي بيموتوا على طول، ما ادري ليش الصراحة. فيا شباب كذا بكون وصلنا لنهاية الفيديو. الجيم الثاني طلعت ريغان شربت البركات وسويت كل شيء ابي اسويه غير اني اوصل راوند 100. ان شاء الله ممكن بالمستقبل نسوي فيديو نحاول نوصل راوند عالي، مع انه بكل صراحة صعبة بالنسبة لي لانه التحكم على الموبايل، بس مع الوقت ان شاء الله يدي راح تاخذ على تحكم الموبايل. فاي بس اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم لا تنسوا تدعموه بزر اللايك. وبس كان معكم بشار كيال او بشار كيكي، اشوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.